مش هينفع في السنوات القادمة يكون المجال الطبي شغال لوحده بعيد عن المجال العلوم الإدارية مثلا وإدارة المنظومات والمؤسسات الصحية. من الصعب جدا ان احنا نقول ان هيبقى في القطاع الهندسي والسبيشاليز كونستراكشن ليست لها علاقه بالقطاع الطبي وفي نفس الوقت بقطاع العلوم الاداريه والجوده وعمل بادجيتنج. من ساعه لما انا جيت مفيش مشروع او ايفنت او حاجه بتحصل من غير لما يكون لها فيري ويل ارتكيليتد بادجت.